نسمع الاسماء دي وراجعوا معايا. السوبرفيشال ماسلز اللي موجوده في الباك اوف ذا فور ارم متوزعين 3 3 1 3 على اللاترال بوردر اوف فور ارم اسمهم بريديو ريديالس، تحتها اكستنسور كاربي ريديالس لوكس، تحتها اكستنسور كاربي ريديالس ريكس. ايه الحرف الناقص؟ في حرف ناقص في الكلام ده دكتور فين ده؟ في حرف ناقص مين يكتشفه بسرعه اسرع واحد؟ اكستنسور لا مكتوبه صح. الثلاث عضلات اللي بعدهم موجودين على الباك وفور ارك نعد مع بعض اسمها اكستنسور شتور ماسل، اكستنسور ديشتيني، اكستنسور كارديا نيرف. قلنا مش دايدي ماي او كارباي اللي نطقين صح مفيش مشكله. وعندنا عضله اخيره اللي هي السبعه بتاعتهم اسمها ايه؟ انكونيوس. انكونيوس دول السوبرفيشال متوزعين يا جماعه ثلاثه على اللاترال بوردر، واللاترال بوردر ضيق في ثلاث عضلات فوق بعض اسمهم بريكيو ريديالس. اشيلها الاقي تحتها اكستنسور كاردي ريديالس لونجس، اشيلها الاقي تحتها اكستنسور كاردي ريديالس ريكس. على الباك اوف فور ار الاقي ثلاث عضلات تانيين اسمهم فروم لاترال تو ميديال، اكستنسور شتورا، اكستنسور شيميني، اكسسور كارديا ناريس وانكونيس. تعالوا نشوفهم كده وقولوا معايا كده نعمل سبوتنج وكل ده مجرد من اهو بنسال الريتم زي ما انتم مين. يلا يا جماعه يلا نشوف مع بعض العضله دي بيقول لي مين. ده اللاترال بوردر بتاع الفور ارك يا جماعه والثلاث عضلات اللي فوق بعض، ادي اول واحده وبعد الثانيه وبعد الثالثه. الاولانيه دي شفتوها دي اسمها ريكيو ريديالس، اللي بعدها اكستنسور كاربي ريديالس لونجس، اللي بعدها اكستنسور كاربي ريديالس بريبس. بعد كده هروح على الباك اوف فور ارم اللي كده عارف فالثلاث عضلات اللي جايين يبقوا جنب بعض مش فوق بعض زي دول. اللاترال بوردر ضيق فالثلاث عضلات فوق بعض يا جماعه. خليك معايا. الثلاث عضلات اللي جنب بعض على الباك اوف فور ارم اهم عيد مع بعض. ها مين دي؟ اكسسور ديجيتورون. ديجيتورون ادي واحده. سنسور ديجيتي مينيمي سنسور كاربي النيرس. لو مسكت الاكستنسور كاربي النيرس وطلعت لفوق هلاقي مين دي؟ اللي الابر بارت بتاعها عضله مثلثه صغيره اسمها انكونيوس. انكونيوس ثلاثه ثلاثه واحده. بين الثلاثه والثلاثه لو وسعت بينهم ادخل على الموضوع النهارده اللي هو ايه بقى؟ دي ماسلز اوف ذا باك والفور ار. ومن غير ما اوسع وهم موجودين بلاقي في اثنين منهم عضلتين منهم بيطلعوا من الديب اسبكت واللي عدوا على عضلتين من بتوع اللاترال بوردر. الاثنين اكسنسو كارديا ديالس لونجاس وبريفس كروس باي تو ماسلز فروم ذا ديب جروب. تعالوا نشوف مين هم دول. طبعا دي حاجه اسمها اكسنسو تيناترم بتربط التندون ورا هنا عشان لما اعمل كده التندون ما يخرجش في مكانه. دي اسمها اكسنسو ايه؟ تيناترم. تعالوا نبص على عضلتين الشعاعي دول اللي بيطلعوا من الديب جروب ويعدوا على تو تندونز من اللاترال باوندري. خليك معايا مش عارف مين هيجي؟ محدش جاي لنا دلوقتي. ده راجل جاي لنا الساعة دي. جايين بدري. محدش صاحي هنا. ومش مصر العربية. احنا مش معقول ده. كل ما حد بصوا العضلتين دول أصلاً جايين منين؟ من الديب جروب. وظهروا ما بين الثلاثة والثلاثة. فاكرين الثلاثة والثلاثة؟ وهيناموا على عضلتين من الثلاثة اللي على اللاترال بوردر اللي هم الاكستنسور كارديا ديالس لوكاس والبيكس. يعملوا كروس عليهم. يعملوا كروس عليهم. مين دول بقى؟ الدكتور بولشوس لونجس وعضله ماشيه معاها مصممه على طول اسمها اكسنسور بولشوس بيبس. اوكي؟ نتفرج على الاثنين دايما نفهم كده، نتفرج على المنطقه الاول ونرتب الدنيا وبعدين نمسك بقى الاوريجن والريسيرشن اللي هو الكلام بتاعه. ايه هما بقى الديب جروب ماسلز؟ خمس عضلات. تعالوا نشوف اساميهم كده مع بعض. اول عضله قصيره في الديب جروب اسمها سوباينيتور. سوباينيتور تحت السوبايليتور اربع عضلات، اربع عضلات هيروحوا للهاند مش هيروحوا للصوابع كلها، هيروحوا لصباعين بس، الصباع ده والصباع ده. مين اهم في الفانكشن؟ الصم ياخد ثلاثه منهم ولكن هيبقى اسمهم حاجه بولشز. والاخير العضله الاخيره في الخمسه فيهم هتروح للصباع ده اسمه اندكس فيسموه انديسز. تعالوا نشوف اساميهم. الدكتور بولشز لونجز. دكتور بولشز لونجز. اكستنسور بولشس بريفس. اكستنسور بولشس لونجس. هم دول الثلاثه اللي راحوا للصم. واحده ادكتور واثنين اكستنسور لونجس بريفس. تمام؟
الاخيره راح من الاندكس اسمها ايه؟ اكسسور اندكس. دور الثاني مين هم الخمس عضلات الديب الباك والفور ار من فوق لتحت؟ سوباينيتور سوباينيتور الدكتور كلش. اربع عضلات رايحين لصباعين، ثلاثه منهم رايح للصمت والرابع رايح للاندكس. الدكتور بولش لونجس اكسسور بولش بريفس اكسسور بولش لونجس ثم اكسسور انديزس. تعالوا نشوف كده نتفرج عليهم. اول عضله من فوق خالص الصغيره دي اللي ما راحتش النهايه اللي اسمها سوباينيتور. طبعا انتوا عارفين مين؟ انكونيوس. تبع سوبرفيشال عشان كده ما حطهاش في الانيشانين، احنا جايين واحنا عارفينها. الانكونيوس. بعد كده بيلو سوباينيتور هنلاقي في اربع عضلات رايحين للهاند. اثنين منهم هيمشوا لاترالي تو كروس ذا تو تندونز فروم سوبرفيشال جروب اللي هم اول اثنين في المجموعه. الدكتور الدكتور بولش سبورتس بولش سبريفس اللي هم الاثنين دول يا جماعه هم الاثنين دول اللي طلعوا بين المجموعتين من السوبرفيشال جروب عشان يعملوا كروس على الاثنين تندون دول. عارفين ان الاثنين تندون دول تندون دول بتوع ايه؟ دول بتوع الاكسنس وكارديلاتيرس لونجس واكسنس وكارديلاتيرس بريفس. دي ازاي؟ لان اللونجس رايح للسكند المتقدم والبريفس رايحه لمين؟ للسيرف المتقدم. فادي الكروس اللي انا كنت بكلمكم عليه. وطبعا دي مين دي؟ دي الاكسسور اكس مان. مين العضله اللي فاضله فيهم؟ بعد ما خلصت ثلاثه بولش لهم يبقى مين اللي فاضله دي؟ الاكسسور انديزيس. تمام؟ يبقى دلوقتي شفنا اسامي عضلات الدين، عرفنا مكانهم، عرفنا ان في واحده قصيره من فوق اسمها سوبيليتور واربعه طوال ثلاثه بولشز واحده انديزيس. وعرفنا كمان ان الاثنين من البولشز اللي هم الدكتور بولش لونجس واكستنسور بولش بريفس بيعملوا لاترال ديفيشن عشان يعملوا كروس على تو تندونز من السوبرفيشال جروب اللي هم الاثنين دول يا دكاتره. العضلتين دول هم الاثنين تندون بتوعهم اهم. مين اللي بيعمل كروس عليهم وهم مين؟ اللي بيعمل كروس الدكتور بولش لونجس واكستنسور بولش بريفس وهم مين؟ تندونز اوف اكستنسور كارديلاتيرس لونجس وايه؟ بريفس. نبدا اول عضله مع بعض. اول عضله في الديب جروب اوف ذا باك فور ارم اسمها ايه؟ سوباينيتور. خلي بالكم هنظبط فيها شويه في الكتاب بس نتفرج الاول بعد ما اقول لكم هنملي هملي. العضله دي الاور اند اوف ارم كذا فيو يعني ده فرونت ده باك. ده ميديال اسبكت وده لاترال اسبكت. انا عايز اللاترال اسبكت. عرفت ازاي ان ده اللاترال اسبكت بتاع الاور اند اوف ارم عشان رقم خمسه ده. رقم خمسه ده بوتش يركب فيه الهيد اوف ريديس والريديس لاترال. وبيسموا رقم خمسه ده ريديال بوتش. في الاور اند اوف ارم ازاي اعرف اللاترال من الميديال؟ يقول لي انت عرفت قدام من ورا من التروبيال نوتش قدام. هنبص على جنب من الجنبين هنلاقي في نوتش زياده اللي هو ده. مش موجود على الميديال سايد؟ لا مش موجود. اوكي؟ على اللاترال سايد عشان الريدياس تركب هنا فيقول لي ان الخمسه ده اسمه ريديال نوتش. بيلو ذا ريديال نوتش عندي المنطقه دي اسمها سوباينيتور فوس. ورقم ستة ده البوستيريور بوردر بتاعها لان كده قدام وكده ورا. البوستيريور بوردر او سوباينيتور فوسا اسمه سوباينيتور كريست. اسمه ايه يا جماعه؟ سوباينيتور كريست. يبقى بيلو ذا راديال نوتش اوف ارنا عندنا سوباينيتور فوسا ورقم ستة اللي وراها دي اسمها ايه؟ سوباينيتور كريست. اتفرج لسه ما قلتش اورجن ولا انسيرشن. عرفنا حاجه اسمها سوباينيتور فوسا وكريست. تعالوا نشوف الاتاتشمنت اوف سوباينيتور. السوبرينيتور بتطلع منين؟ يقول لي بتطلع من الانر زي ما مكتوب في الكتاب عندكم من حاجه اسمها سوبرينيتور فوسا وكريست. شوفوا كانت فين؟ بيلو ايه؟ السوبرينيتور فوسا وكريست كانت موجوده بيلو يا جماعه؟ ريديال نوتش. تمام؟ اتفقنا. ده اللي مكتوب في الكتاب. لكن في اوريجن زياده من السوبرينيتور بيطلع من حاجه اسمها لاترال ايليكوندايل اوف هيومرس وتو ليجمنتس. موجودين في المكان ده هنشوفهم حالا. يبقى دلوقتي عرفنا ان السوبرينيتور ليها دبل اوريجن. تطلع من الارنا ومن الهيومرس بلس تو ليجمنتس. من الارنا تطلع من حاجه اسمها سوبرينيتور فوسا وكريست. طبعا عرفت ازاي ده مكانها لان انا قلت انها بيلو ذا ريديال نوتش. انا مش شايف الريديال نوتش. اهو يا جماعه هنا. مكان الهيد اوف ريديس ما بتركب تحتيه المنطقه دي اسمها سوبرينيتور فوسا وايه؟ وكريست. في اذر اوريجن السوبرينيتور مش موجود في الكتاب؟ ايوه للاسف الاوريجن ده موجود في اللاترال ايبيكوندايل والتين ليجمنتس هنشوفهم حالا. الانسيرشن بتاع السوبرينيتور فين؟ يقول لي في المكان الازرق ده. اي عضله اسمها سوبرينيتور او برونيتور شود بي انسيرتد في الريديس ولا الانر؟ هو مين اللي بيتحرك في السوبرينيشن برونيشن؟ ريديس.
فهنلاقي ان زي ما انتم شايفين كده ان السوبيريتور هتروح تمسك في الابر ثيرد اوف ريتس ابر ثيرد انه اتجاهي ولا في الانتير ولا ترو بوسيو اسيد اوف ابر ثيرد اوف ريتس تكون فيف على مين؟ على الريتس. ده الفيكسيشن. تعالوا بقى نبص على السوبيريتور هنركبها مع بعض. يقول لي لاول مره النهارده هنعرف ان السوبيريتور ليها ديب فايبرز وسوبرفيشال فايبرز. في الكتاب مش متوضحه كده. لان في حته منسيه. تعالوا نشوف مع بعض ايه ده؟ ده الباك بتاع اللور اند اوف ذا هيومرس. باك اوف لور اند اوف ذا هيومرس. وده الباك بتاع الابر اند اوف اند. وده ان هو ليجامنت طالعه من الارض هتلف حوالين الهيد اوف ريدس. ده مكان الهيد اوف ريدس يا جماعه. في ليجامنت طالعه من الارض تلف حوالين الهيد اوف ريدس اسمها ايه الليجامنت اللي بتلف دي اللي هناخدها ان شاء الله مع مفصل. اسمه سوبيريو ريترو ارنر جوينت اسمها انيلر لان بيلف يعني انيلر انيلر ايه؟ ليجمنت. وفي ليجمنت ثانيه هناخدها مع الالبو جوينت طالعه من اللي فين؟ مين يقول لي الليجمنت دي ماسكه من ايه وليه؟ بصوا كده قبل ما اقول اسمها طالعه من الليجمنت دي؟ من اللاترال ايبيكوندايل يا جماعه كده لاترال عرفت منين يا دكتور؟ عشان ريتس من اللاترال ايبيكوندايل بتطلع ليجمنت تروح تمسك في الانيوال ليجمنت يعني الليجمنت دي طلع من بون وراح تمسك في انذر ليجمنت. جديده دايما كنا بنطلع من بون لبون. فالليجمنت دي يا جماعه اسمها لاترال ليجمنت اوف البو ولما نكبر شويه وناخد المفصل البو جوينت ده تكتبه. ليها اسم اخر ريديال كولاترال. ممكن اسميها لاترال ليجمنت اوف البو او ريديال ايه؟ كولاترال. شفتوا التو ليجمنتس دول؟ شفناهم؟ تمام. ايه بقى اللون الاحمر دوت؟ يقول لي دي ديب فايبرز اوف سوبينيتور. Deep fibers of supinator طلع من هنا يا دكتور. يقول لي طلع من هنا. هو هنا ده فيه ايه؟ يقول لي supinator fossa crest. يبقى deep fibers طلع من supinator fossa crest ده اللي مكتوب عندكم. ده اللي هتكتبوا عليه deep fibers يعني ده عنوان اللي مكتوب عندكم ده deep fibers بس. اوكي؟ طب ده من ورا بص deep fibers ماشيه ازاي يا دكاتره؟ من الرسمه deep fibers ماشيه downward and ايه؟ and lateral to be inserted في الباك. واللاترال اسبكت والفرونت اوف ريديوس اللي هنشوف بعد شويه اباف تو لاينز. ايه اللاين ده؟ اللاين ده اسمه ايه؟ انا ورا قدام يبقى اسمه ايه؟ بوستيريور اوبليك لاين. ده الحدود بتاعتي انا فوقيه ولا تحتيه؟ السوبريتو فوقيه ولا تحتيه؟ فوقيه فوق اللاين ده تمام؟ تعالوا نبص من قدام اسمه عشان الناس تشوف معايا بوستيريور اوبليك لاين. تعالوا بص من قدام نفس الديب فايبرز بس الفيو دلوقتي من قدام. تعالوا بص كده معايا من قدام يا جماعه. مين الليجمنت دي؟ مين مركز؟ انيولار ليجمنت برافو. مين دي؟ لاترال ليجمنت اوف البو وساعات تسميها راديال كولاترال ليجمنت تمام. دي الديب فايبرز برضه. طب الصوره اختلفت ليه؟ عشان بص من قدام دلوقتي هو اللي كنت شايفه من شويه من ورا هي نفس الديب فايبرز اللي كنت شايفها من ورا بس انا عدلت الصوره هي دي. فهبص لقدام المنظر هيبقى ازاي لقدام؟ تعالوا نشوف. بصوا معايا. الدي فايبرز طالعه من حته بيلو الراديال نوتش اوف ارم. الحته دي اسمها سوبينيتور فوسا وكريست. والدي فايبرز زي ما قلنا ماشيه ازاي؟ داونورد بيهايند ريديس وتلف حوالين ريديس لغايه ما توصل للانتيرو الاسفل. فالعضله دي مسكت في الباك اوف ريديس واللاترال سايد والفرونت. لغايه فين؟ لغايه اللاين ده. اسمه ايه اللاين ده يا جماعه؟ انتيريور اوبليك لاين. الدي فايبرز لوحدها ممكن تفهمني الاكشن ازاي؟ ان انا اعمل كده الدي فايبرز ماسكه كده يا جماعه. فلما اعمل برونيشن بترجع لي ريدس تاني. الدي فايبرز لوحدها تفهمني الاكشن بتاع ايه؟ بتاع العضله. يبقى ده الدي فايبرز اوف سوبينيت اورجن سوبينيت اوف فوسال كريست انسيرشن في الابر سيرد اوف ريدس فروم ذا بوستيريور اوبليك لاين فروم بيهايند تيل ذا انتيريور اوبليك لاين ان فرونت. ابر سيرد اوف ريدس. تعالوا نحط السوبرفيشال فايبرز. في حاجه اتضافت في الصوره على الدي فايبرز دي بقت زحمه شويه لون ازرق ظهر. دي اسمها سوبرفيشال فايبرز اللي مش مكتوب عندكم في الكتاب. طب السوبرفيشال فايبرز دي اورجن طالعه منين؟ بص كده في الصوره. مين يقول لي يا جماعه طالعه منين؟ لاترال ايبيكوندايل. لاترال ليجمنت اوف البو اند ارلي ليجمنت. فهمناها؟ والسوبرفيشال فايبرز طبعا هتنزل تعمل نفس الانسيرشن في الابر سيرد اوف ريدس لغايه الانتيرو بيك لاين من قدام ولغايه البوستيرو كوبليك لاين من ورا. كفرنج مين؟ هتغطي على الدي فايبرز اللي كنت قايل عليها في الاول. يبقى الاورجن بتاع العضله بتاعتي اقول سوبينيتور هاز سوبرفيشال اند دي فايبرز.
الديب فايبرز تلعب من ايه؟ مين مصحصح؟ من ال سوبينيت وتوصل وكريست. خلاص؟ السوبرفيشال فايبرز تلعب من ايه؟ من اللاترال ايبي كونتايل وال لاترال ايبي كونتايل. لاترال ايبي كونتايل. لاترال ايبي كونتايل. والاثنين هيروحوا مسيركت في الريدياس فين؟ في الابر سايد اوف الريدياس. انتيرو لاترال اوبسيور اكستندنج بتوين. انتيرو اوبليك لاين لغايه من ورا ايه؟ بوستيريور اوبليك لاين. بصوا من ورا يا جماعه، عايزين نشوف الحضره من قدام من ورا لانها بتبان من قدام من ورا وما هيش الوحيد اللي عملت كده، البريكيو ريدياليس برضه عملت كده. البريكيو ريدياليس تشوفها من قدام في اللاترال باوندري اوف كيوبيتال فوسا ونشوفها من ورا فحطيناها تبع ايه؟ الباك. ليه حطيناها تبع الباك؟ ما شفناها من قدام. بصوا مايليتو ليه حطيناها تبع الباك؟ ما شفناها من قدام. عشان لو حطيتوا حيروا الناس زمان وما كانوش عارفين يحطوا تبع الفرنت ولا الباك، لان هم اتشافوا كده واتشافوا كده. هي سوبايليتو بتبان من قدام بفور ارميولي. ايوه في الفلور في كيبتال فصة. خدت كيبتال فصة. كان في عضلتين في الفلور بريكيانس وسوبايليتور. كيبتال فصة دي قدام. فالسوبايليتور باينه من قدام واشوفها من ورا تبع الديب جروب. صح؟ نفس القصه مع بريكيو ريدياليس. لان البريكيو ريدياليس موجود على اللاترال بوردر الفور ار، اقدر اشوف من هنا ومن هنا. طب العضلتين دول نحطهم تبع مين؟ قال لك دول بايدين كده وبايدين كده، قال لك النيرف سبلاي. هندور على النيرف سبلاي بتاعهم، لقوهم واخدين من الراديال دي البريكيو ريدياليس والبوستيريو انتروسيس نيرف اللي طالع من الراديال ده السوبايليتو ودول نيرف سبلاي وزباك. فقالوا هنحطهم تبع مين؟ تبع الباك. وده اللي حصل فعلا. البريكيو ريدياليس تبع السوبرفيشال جروب والسوبايليتو تبع الديب ايه؟ ديب جروب. اهي نفس الكلام ده السوبرفيشال فايبرز برضه طالعه من اللاترال كوندايل لاترال ليجمنت انيور ليجمنت. ودي مين دي؟ دي فايبرز. الديب فايبرز لو سالتك بتبان اكتر من قدام ولا من ورا؟ يعني اقدر اميز السوبرفيشال والديب فايبرز والسوبايليتور من قدام اكتر ولا من ورا؟ فاكر الصوره اللي فاتت؟ كانت متغطيه تماما، لكن من ورا هتبان الديب فايبرز انكفرد باي سوبرفيشال ايه؟ فايبرز. مين ده بقى؟ ايه الاخضر ده؟ يقول لي اولا دي عضله اسمها ايه؟ مين شاطر يقول لي العضله اللي قدام الهيومرس ونازله تمسك في الاندر تبروستي وفي الاندر اسمها ايه؟ العضله الثانيه بتاعت الفلور في كيبتا الفصه بريكاس. طب لو دي البريكاس تبقى دي مين؟ لا من اللاتر السوبر كوندال رينج عندي عضله اسمها بريكو ريدياليس اللي تمشي معايا النهارده. قلت لهم ليه يا دكتور؟ عشان لما في المشرحه اللي بيوسعوا بينهم مش يجي لك نيرف غطسان بينهم اسمه ريديال نيرف اللي هو ده مين ده يا جماعه بينهم؟ ريديال نيرف. يبقى الريديال نيرف في المكان ده بيبقى بين مين ومين؟ بريكاليس وبريكو ريدياليس. دخل الريديال نيرف الكيوبيتال فصه وعلى السوبايليتو المسرح متقسم فرعين. الفرع ده اسمه سوبرفيشال ريديال والفرع ده اسمه ايه؟ ديب ريديال او بوستيريور انتروسيس نيرف. لا ديب ريديال او بوستيريور انتروسيس نيرف. ديب ريديال باعتبار ان خد تاني سميناه سوبرفيشال ريديال سمينا ده ديب. بوستيريور انتروسيس باعتبار ما سيكون راح ورا الانتروسيس من بريك فراحوا سموه كمان بوستيريور انتروسيس ايه؟ نيرف. شايفين مين فيهم اللي بيخترق السوبايليتور؟ بوستيريور انتروسيس بيخترق انو فايروس. السوبر الاثنين تنتين ادي السوبر فيشال فايبرز اهي والنرف جاي نايم عليها. اخترت الديب الاول؟ اخترت السوبر فيشال. طب والديب لم يخترق؟ ما يعمل ايه؟ هنعرف بعد شويه انه هيمشي بين الاثنين ويظهر لي من ورا بين الاثنين. معلش يعني هي المفروض الاحمر ده لما رسمت الاحمر كان اتقل فيعني انتوا فاهمين ان هو طالع كده. عايز افهمكم ان النرف طالع كده مكان ايدي يا جماعه بين السوبرفيشال وبين الديب فايبرز. مين هم دول يا جماعه؟ سوبرفيشال وديب فايبرز والسوبرنيتور. والنرف اللي خرج بين التو هيبس بتاعتها او بين التو فايبرز بتاعتها هو مين يا جماعه النرف ده؟ اسمه بوستيريور انتر اوسيس نيرف. تمام؟ هنشوف صوره ثانيه اوضح. دي رسمه ثانيه بتوريني بقى صوره سريعه كده للسوبرنيتور. ادي السوبرنيتور ماسل الاورجن بتاعها عندنا ديب فايبرز وعندنا ايه؟ سوبرفيشال فايبرز. طبعا انتم شايفينها جايه من فوق من الهيومرس والليجمنتس بتاعت الجوينتس اللي هنا دي سوبرفيشال. والفايبرز اللي تحت مش باينه قوي زي رسمتي اللي هي دي اللي هي مين دي؟ ديب فايبرز. طبعا من ورا تبان اكتر الديب فايبرز اللي قدام زي ما قلت لكم كده. خلصنا اول عضله. يبقى اول عضله معانا اسمها ايه يا جماعه؟ سوبرفيشال. ما قلتش النيرف سبلاي بتاعها لان انا هقول النيرف سبلاي بتاعها ده كله ورا بعض. بس طبعا انتوا عارفين ان في قاعده بتقول اي نيرف يخترق عضله بيديها قبل ما يخترقها. مين النيرف ده؟ بوستيريور انتروسيس نيرف هو النيرف سبلاي بتاعها. مين يقول لي بقى؟ سوبايليتور ماسل لو جت اول حاجه هقول ات از وان اوف ذا ديب ماسلز اوف ذا باك
السوبرفيشال فايبرز جت منين؟ من اللاترال ايبيكوندايل واللاترال ليجامنت اوف البو والانيولار. كتير لكن بعتقد ان الصوره اتصورت في زينوكتو فدي تقعد معايا اكتر، الطريقه دي تقعد معايا اكتر. السوبرفيشال جت منين؟ من اللاترال ايبيكوندايل لاترال ليجامنت اوف البو ليجامنت اوف. طيب التو فايبرز سوبرفيشال دي انسيرتد فين؟ في الافر سيرت وفي فريدس اكستند من الانتيرو بيت لاين لغايه البوستيرو بيت لاين. طب عايز اقول الفايبرز ماشيه ازاي؟ بالنسبه للسوبرفيشال هتنزل داونورد وفورورد وداونورد وباكورد، ده السوبرفيشال نازله كده. طب الديب جاي من الانر من ورا تنزل داونورد ولاترالي زين فورورد عشان تروح من الانتيرو بيت لاين. اوكي؟ ايه الاكشن؟ سوبينيشن. طيب عايز اسالك سؤال مهم جدا في السوبينيتور اللي زهق في الشكل. السوبينيتور مكتوب في الكتاب انها بتعمل سوبينيشن لما يكون السوبينيشن ويك وما هواش فيه سترينس، يعني لما اعمل حديدي كده من غير اي حاجه كده، لكن لما تكون ماسك اله وبتفك حاجه محتاج الاستعانه بعضله اخرى. هي البريك اللي هي ستارت سوبينيشن بس ما هياش القوه فيها، لكن في بايسكس. بس البايسكس يا جماعه عشان تعمل سوبرنيشن لازم تعمل حاجه تاني معاها، يعني البايسبس عشان تعمل، انا هعمل سوبرنيشن بالبايسبس دلوقتي لازم وانا بعمل اعمل كده. لازم فليكسد ارم. ما تقدرش تفك الايدين من بعض لان لو هي بتشد الريدياس لازم تعمل فليكشن. مين الوحيده اللي ممكن تعمل سوبرنيشن وانت فارد دراعك؟ سوبرنيشن. لما اسالك في الشكل هاو كان يو تيست ذا اكشن اوف سوبرنيشن مشلوله ولا لا؟ بارلايزد ولا سليمه؟ هتقول لي هعمل سوبرنيشن ولا فارد دراعك؟ مش انا، هقول للعيان لف دراعك ودراعك مفروض. اشمعنى العضله دي اللي بنتحايل على الكشف عليها عشان نعمل الحركه بتاعتها والدراع مفروض؟ لان العضله دي لما بتتشال بعيد عن السطح ما اقدرش احسها. يعني في عضله تاني لما اعمل فيكشن امسك البايسبس احس البايسبس التون بتاعها جامد. لكن العضله السوبرنيتور دي مدفونه من تحت مش هقدر احس التون بتاعها، مش هقدر احس قوتها، فاتحايل عليها. اعمل ايه بقى؟ اقول لعين لف دراعك لو سمحت واعملي الحركه. لو ما قدرش يعملها وحتى لو انت مسكت البايسبس بتاعتك عملت كده البايسبس مش جامده هتقول لي بس فيها كونسيستنسي، ده التون التون بتاع العضله، فهنلاقي ان هو الحركه دي بتتعمل بس بمين؟ بالسوبينيشن وانا دراعي مفتوح. طب البايسبس لو جت تعمل سوبينيشن هيضطر بقى عشان يعمل الحركه دي يعمل ايه؟ فليكشن. مشكله وهو بيعملها يروح عامل كده. انا فهمت دلوقتي يا حاج، يعملها لي وانت فارق دراعك؟ ما انا ما بقدرش يبقى انا فهمت هو بيعمل ايه؟ بيشغل مين؟ البايسبس. فهمتوها؟ يبقى السوبينيتور معلومه مهمه انك تعمل سوبينيشن في الفليكشن شغاله وفي الاكستنشن شغاله لوحدها. هو حد يفتكر انها ما بتشتغلش في الفليكس البو؟ شغاله برضه لكن لوحدها امتى؟ لما يكون دراعي مفتوح. تعالوا بعد كده بقى لاربع عضلات معانا. طبعا دي صور بتوريك الاكشن بتاع السوبينيتور سهله، احنا فاهمين الاكشن كويس قوي. دي السوبينيتور المصري اهي وهي في وضع السوبينيشن وهنا في وضع الفورنيشن. فورنيتور كيس تجيب الريديا سيلر اهي السوبينيتور تروح مرجعها تاني. مين هم الاربع عضلات اللي فاضلين معايا يا جماعه في الديب جروب اللي هم ابداكت بولش سلومبس اكستنسور بولش سبرينجس اكستنسور بولش سلومبس ده بولش سلوم ولاحظ اكستنسور ديليس. الاربع عضلات دول هخلصهم بطريقه مقارنه، هقارن الاورجن هقارنهم ماشيين ازاي وبقول الكونسبشن. فركزوا معايا دلوقتي. هقول الاورجن بتاع الاربع عضلات، طبعا لازم اعرف انا فين الاول. اللي قولي ده الباك اوف ريدس وده الباك اوف ايه؟ اوف ارنر. والازرق ده مكان الانسيرشن بتاع السوبينيت. والازرق ده مكان الانسيرشن بتاع الانكوليكس، مش تبعي دلوقتي. دول خلاص عضلتين خلصوا. فين مكان السوبينيت يا جماعه؟ هنا اهو. فين مكان الانكوليس؟ اهي. بيلو سوبينيت وانكوليس دي عندك اربع عضلات، عد معايا اهو الاورجن بتاعهم. واحد اثنين ثلاثة أربعة. وايه العضل اللي معاه؟ باك اوف ريديس وباك اوف ارنر بينهم حاجه. انتر اوسيس ميمبرين. برافو. تعالوا نشوف اول عضله اللي هي اسمها ايه؟ ابداكتور بولش سلومبس. الصوره قبل من الكلام. بص كده على الرسمه وقول لي طالعه منين. من الباك اوف ارنر بيلو انكوليس وباك اوف ريديس بيلو سوبينيتو. معايا يا جماعه؟ مش صعبه. وباك اوف انتر اوسيس ميمبرين ان بتوين. تاني ابداكتور بولش سلومبس طالعه منين؟ باك اوف ارنا بيلو انكونيس باك اوف ريديس بيلو سوبينيتور وباك اوف انتر اوسيس ايه؟ ممبرين. دي اول واحده اسمها ابداكتور
يكونش لونجس. الوحيده اللي طلعت من العضدين، الباقيين كل واحده اختار عضله منها. تعالوا نشوف كده. العضله دي اسمها اكستنسور بولجس بريفس. طلعت منين؟ من يود. باكو فريدس ولا عضله؟ فريدس. بيلو. الابدكتور بورشيس لونجس. صح يا بقى؟ وباكو فريدس اوسيس ميمبرين. دي مين؟ اكسسوار بورشيس لونجس. بورشيس لونجس طلعت منين؟ حد يقول بقى بس طريقه. من الباكو فرنا بيلو بورشي ابدكتور بورشيس لونجس. يبقى الابدكتور بورشيس لونجس طلع من الباب بتاع العضلتين فوق الاثنين اكسسوار بورشيس. بس الاكسسوار بورشيس بريفس تيجي من الراديوس اللي هي اقرب للصنف عشان هي عضله قصيره. بريفس. لكن اللونجس تيجي من ابعد من الالنا. مين ابعد عن الصنف؟ الراديوس ولا الالنا؟ الالنا. فيطلع منها لونجس. والريدس اقرب للصمت فيطلع منها بريفس والاثنين من الانتر اوسيس ميمبرين كمان. مين العضله اللي فوق اسمها ايه؟ اكسسوار انديسس. اكسسوار انديسس. طيب يا اخي مين يقول لي الاكسسوار انديسس طلعت منين؟ من الباك اوف الالنا. الالنا طبعا لما يكون معاك عضمتين الالنا وريدس وتروح الانكس مش للصمت يبقى اختار الالنا. باك اوف الالنا بيلوز اورجن اوف اكسسوار فورشيس لونجس. فهمتوني يا جماعه؟ الكلام ده صعب؟ تحب نقول تاني؟ تاني هو سهل جدا نقول بسرعه كده. يلا الاورج بتاع الدكتور فورش لونج اسول انتوا منين؟ باك وباك وباك ثلاثه باك. باك اوف ارنا بيلو انكونيوس. باك اوف فيديس بيلو سوبايليتور. وباك اوف انتر اوسس ممبرين. كلهم انتر اوسس ممبرين. نيجي للاكسنس اوف فورش بريفس طلع منين؟ باك اوف فيديس بيلو الدكتور فورش لونج اسول. كل دي الدكتور فورش لونج اسول. والاكسنس اوف فورش لونج اسول طلع باك اوف ارنا وبعد كده عندنا اكسسوار ايه؟ الديسيس باك فالنا بيلو اكستنسور بورشز انا واحده فيهم لونجس طبعا الالنا معاها اللونجس طبعا دي السوبايليتور دي مين؟ الدكتور بورش لونجس ودي اكستنسور بورش بريفس ودي اكستنسور بورش لونجس ودي اكستنسور ايه؟ الديسيس. قبل ما نوصل للاكستنشن في حاجه اسمها الكوس. العضلات دي ماشيه ازاي؟ يقول لي اول عضلتين هيعملوا زي بعض. هيعملوا كروس على حاجه ويعدوا تحت حاجه ويعملوا لاترال باوندري بتاع حاجه. ايه الثلاث حاجات دول؟ اول واحده انا لسه قايلها اللي هو الابدكتور بورش لونجس واكستنس بورش بريفس الاثنين ماشيين جنب بعض اهو. اول حاجه زي كروس اوفر تندونز اوف اكستنس كارديالس لونجس بريفس. ادي الحاجه اللي عدوا عليها. وهيعدوا من تحت حاجه رباط اكستنسور ريدي ناكلر وبيقولوا على الحته دي اللي معديين فيها اسمه فيرست كومبارتمنت. اصل الاكستنسور اللي تحتيها 6 6 كومبارتمنت. اول كومبارتمنت فيهم فورمولاتر انتوميديال هيعدي عليك من تحتها اهو شايفين رقم واحد. رقم واحد ده معدي بتاعك. وبعد كده هو اللي هيعملوا اللاترال باوندري بتاع حاجه اسمها هما الاثنين زي بعض. سيبني بقى من المكتوب في الكتاب وثلاث جمل دول ورا بعض. اسهل حاجه اوصف اللي شايفه. الكلام الكتير مش حلو. الكلام القصير حلو لان هو في الصميم الدكتور اللي بيصحح هيلاقي اللي عايزه تك 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 كلام منظم. يعني مش لازم احفظ الكتاب بصمم زي ما هو مكتوب، لا افهم وظبط لو في حاجات احلى لا تفهمها. فعلا الكورس بتاع العضلتين دول تاني هيعدوا على حاجه ويعدوا من تحت حاجه عشان يعملوا اللاترال باوند بتاع حاجه ثانيه، بالتالي دلوقتي عرفتوه، مين يقول معايا؟ الابدكتور بورش لونجس وبريكس هيتقال فيهم نفس الثلاث جمل، الاثنين نفس الثلاث جمل زي كروس اوفر. وانا بتكلم عن الابدكتور بورش لونجس عايز ابعتها للسيشن اقول الثلاث جمل دول، وانا بتكلم عن اكسسوار بورش بريكس اقول نفس الثلاث جمل دول، يلا مع بعض الابدكتور بورش لونجس الابدكتور بورش لونجس واكسسوار بورش بريكس اقول الثلاث جمل مع بعض على بعضين عشان نخلص. زي كروس اوفر تندونز اوف اكسنسور كارديالس زي باس دي 2 اكسنسور دي ناكلر فانو كومبارتمنت فيرست كومبارتمنت فيرست كومبارتمنت اند لاستلي بيفور انسرشن زي فورم ذا لاتر باوندري اوف اناتوميكال سناف بوكس. ده قطاع في منطقه الباك اوف ريديس باك اوف الله وده الاكسنسور دي ناكلر يا جماعه ده ترانسفيرس سكشن ده الفيرست كومبارتمنت دي الريدس وهناك الالنا انا بعد فروم لاتر انتوميديال 6 كومبارتمنتس.
دي الفيرست كومبارتمنت اهي اللي فيها مين؟ اللي فيها ابداكتور بولش لونجس واكسنسور بولش بريفس. تمام؟ طيب مين العضله اللي جايه بعدهم؟ اكسنسور بولش ايه يا جماعه؟ لونجس. تعالوا نقول الكورس بتاعها. هنقول الكورس بتاعها، ركزوا معايا. ركزوا معايا. الكورس بتاع الاكسنسور بولش لونجس هنبتدي بانها تعدي من تحت حاجه وتعمل كروس على حاجه عشان تعمل ميديا باوند بتاعها. يعني الرحله اللي عملناها هي اهو عكست اول خطوتين. فاكرين اول خطوه هنا عملوها ايه؟ كروس على حاجه، دي حاجه لاترال باوند. تعالوا بقى الاكسنسور بولش لونجس. اول حاجه في الكورس بتاعها هقول لك بتعدي من تحت ايه؟ اكسنسور ريتينانجلر في انهي كومبارتمنت؟ ثالث كومبارتمنت. ثالث كومبارتمنت. ده هيساعدكم في المحاضره اللي جايه الكلام ده. يبقى اول كومبارتمنت كان فيها ابداكتور بولش لونجس واكسنسور بولش ايه؟ بريس. بعد ما عملوا اللاترال باوندري بتاع الاناتوميكال ستاربوكس. انا اسف، هيعملوا بعد ما يعدوا اللاترال باوندري اوف الاناتوميكال ستاربوكس. بصوا معايا يا جماعه. بعد ما عدى الاكسنسور بولش لونجس، لو انت دققت شويه معلش الصوره تحت شويه، هتلاقي ان الاكسنسور بولش لونجس بعد ما عدى دي بالاكسنسور فيناكلم هيعمل كروس وراها على الدنتين دول. ليه الثلاثه بولشز عدوا على الكارب جرادينس لونجس وبريبس؟ اصل الاكسنسور كارب جرادينس لونجس وبريبس رايحين الميتاكاربلز الثاني والثالث، والثلاثه بولش رايحين الصمغ. بس الفرق ان الابداكتور بولش لونجس وبريبس والكروس اوفر زوز تندونز قبل الاكسنسور فيناكلم، لكن الاكستنسور بولش لونجس والكروس على نفس الاثنين تندونز بعد الاكستنسور كده. ده الفرق. غيرنا ترتيب الاحداث. وهيعمل ايه بالنسبه للاناتوميكال ستوب بوكس؟ يعمل ميديال باوندري. يعني انت النهارده عرفت الباوندريز بتاعت الاناتوميكال ستوب بوكس، ان اللاترال باوندري هو الابداكتور بولش لونجس وبريفس، اكستنسور بولش بريفس، والميديال باوندري هو الاكستنسور بولش ايه؟ لونجس. هقولهم تاني الكورس بتاع الثلاث عضلات دول وهتكتبوهم بنفس الاسلوب عشان نبص. اول عضلتين اسمهم ايه يا جماعه؟ ابداكتور بولش لونجس واكسنسور بولش بريفس. قولوا معايا اول خطوه في الكورس زي كروس اوفر تندونز اوف اكسنسور كارديال ديانس لونجس بريفس، زي الباس اندر اكسنسور ديانس بريفس كومبارتمنت تو فورم ذا لاترال باوندري اوف اناتوميكال سناف بوكس. اناتوميكال سناف بوكس. العضله الثالثه هغير ترتيب الاحداث. فاول حاجه هتعملها تعدي تحت الاكسنسور ديانس وبعدين تعمل الكروس بتاعك. رحلنا الكروس يعني هي عدت عليهم برضه بس متاخره. تعالوا قولوا معايا كده لو انتم فاهمينها. اكسنسور بولش لونجس الكورس بتاعها الباص دي تو اكسنسور ديانس في الاول في انهي كومبارتمنت؟ ثالث كومبارتمنت. زي كروس اوفر لو انتم وقفتوا اللي عايز يقف هيجي تندم بتاع اكسنسور بولش لونجس اهو. طبعا مش هينفع مش هشكله مش هشوفه مش رسمي. اوكي ادي التندم اهو هيعمل كروس على نفس الاثنين تندم دول بس بعد الاكسنسور ايه؟ ريتيناتيولا. ويعمل بعد كده الميديال باوندري اوف اناتوميكال ستاربوكس. اتفقنا؟ تعال نبعت الانسيرشن بتاع الثالث. اولا ادي اهو شايفين ده؟ شايفين ده؟ ده الاكسنسور بولش لونجست تندون. والاكسنسور بولش لونجست تندون بيبقى عند داكو فيريس صح يا جماعه؟ ميديان ولا لاترال من تيوبريكل موجود على الدورسال. خدتوا قبل كده الباكو فيريس اللي في تيوبريكل طبعا دي اسمها دورسال تيوبريكل بس ما خدتوش اسمها لسه. انا عارف انا سالت قبل كده. الدورسال تيوبريكل اللي موجوده هنا اهو من عند داكو فيريس التندون بتاع الاكسنسور بولش لونجس بيعدي ميديال. ميديال ولا لاترال؟ قال التوبيك اهو كده ميديال يبقى التندون بتاعي بيعدي ميديال. عايز اقول لكم حاجه ان الحركه دي خلت الاكسنسور بولش لونجس تندون يبعد عن اخواته. الحركه دي خلت الابداكتور بولش لونجس وبريمس في ناحيه والاكسنسور بولش لونجس بعد عنهم شويه. واتكون بسبب الموضوع ده الاناتوميكال ايه؟ ستاربوكس. ايه اللي خلى التندون بتاع الاكسنسور بولش لونجس يبعد كده شويه؟ التيوبيكل اللي موجود على الدورسال بوفيديس التندون بيمشي ميديال ليه فكانها حشته عن اخواته ووسعت بينه وبين اخواته وعملت مكان تحت الاكسنسور اللي دلوقتي لما اسمه اناتوميكال ستاربوكس وبقى ده اللاترال باوندري. تعالوا نشوف مين دي؟ مين شاطر يقول لي مين ديت؟ الدكتور بولسيس لونجس. دي الدكتور بولسيس لونجس. يبقى مين اللي معاها دي؟ اكسنسور بولسيس بريفس. اكسنسور بولسيس لونجس. لونجس. يبقى الاكسنسور الدكتور بولسيس لونجس والاكسنسور بولسيس بريفس عملوا كروس على التوتندو بتوع الكارديال دياز وبقى عندي تحت الاكسنسور تراكتر وعملوا لاتر باوندري في الاناتوميكال ستوب بوكس.
لما كان الاكسسو بولش ناقص عمل نفس الكلام بس غيرنا الترتيب. ما عملش كروس زيهم في الاول بعيد عنهم شويه. عمل ايه؟ عدى تحت الاكسسو هناك من الاول في انهي كومبارتمنت؟ كتاب. وبعدين عمل كروس اللي عملوه في وقت قبل كده على نفس الاثنين تندو عشان يعمل ميديال باوندري اوف اناتوميكال ايه؟ سناك بوكس. ده الانسيرش بتاع ثلاث عضلات البولش. طبعا انتوا عارفين ان البولش المصري هيروح للصم والصم في ثلاث عضلات. اثنين فارنجيز وواحده متكرره. فدي بيسموها الفيرست متكرره. البيز بتاع الفيرست متكرره. ودي بيسموها بروكسيمال فالكس. ودي بيسموها تيرمينال فالكس. تعال نبعت كده الاكسبشن لثلاث عضلات البولشز. اول عضله فيهم مين اللي هتمسك في اللاترال سايد اوف ذا بيز اوف ذا فيرست متكرره. في اللاترال سايد اوف ذا بيز اوف فيرست متكرره من ثلاث عضلات بثلاث عضلات. واحده من البولشز هنا واحده هنا واحده هنا. بيني وبينكم هي سهله قوي ان انا اعرف ان دي اكسسو بولش صامت ورا الصامت. ودي هتبقى اكسسو دكتور الدكتور بولشز لونجز ماسكه فين الست فين؟ في اللاترال سايد اوف ذا بيز اوف فيرست متكربل. مين شاطر يقول لي بقى يبقى الدكتور بولشز لونجز دي لو قلناها لوحدها اقولها ازاي؟ بولشز مين فاكر؟ دي اول واحده طلعت من باكو خالص دي لو الكونيوس وباكو فيديوس دي لو سوفاينيتور وباكو فيديوس ميمبرين. طب راحت الاكسشن بتاعها ازاي؟ يقول لي عملت ثلاث حاجات. أول حاجة كروس أوفر اكسنسور تارجت اللي هي السترونجر ستريمز. تاني حاجة الباص دي تو اكسنسور في الفيرست كومبارتمنت عشان تعمل اللاترال باوندي بتاع الاناتوميك الستاربوكس ثم تمسك بقى خلاص خلاص تمسك في مين؟ في اللاترال سايد اوف ذا بيز اوف ذا بروكسيمال اوف ذا فيرست انتكار. أقول الاكسنسور بتاع ثلاثة وبعدين نقول الاكشن مع بعض اللي هو ليه علاقة بالسموك. يلا مع بعض. لما مين العضله اللي جت لي هنا على الباك مش لاترال سايد على الباك اوف ذا بيز اوف ذا بروكسيمال فاليكس اكستنسور بورشز بريفس بريفس اكستنسور بورشز بريفس. ويبقى دي مين؟ على الباك اوف ذا بيز اوف تيرمينال فاليكس يبقى دي اكستنسور بورشز لونجز. مين هو الاكشن بقى بتاع التلاتين؟ نبتدي بالابدكتور بورشز لونجز. تعمل ايه؟ ابدكشن ابدكشن عند الصم عند انهي مفصل؟ تشتغل على انهي مفصل؟ بص كده على رسمه مين الجوينت اللي احنا اشتغلنا عليه عشان اعمل ابدكشن للصم؟ مين الجوينت اللي انا عديت عليه قبل ما اروح الانسيرشن؟ كاربو ميتوكاربال كاربو ميتوكاربال جوينت كاربو ميتوكاربال جوينت كاربو في الصم صحيح تمام. بتعمل ابدكشن للصم كاربو ميتوكاربال جوينت وكمان هتساعد في الابدكشن اوف ذا ريست. لو انت عملت ابدكشن اوف ريست هتحسها هتساعد في الابدكشن اوف ذا ريست. اوكي يا جماعه ركزوا بقى معايا عشان تفهموا الجمله اللي هقولها دلوقتي. لو حصل بالانس بيكون الفليكسور سوفيست يعني قطعت الريدي من الانر نيرف فالفليكسور باظ يبقى الريست شكله ازاي؟ مين يحط لي ريست يوريني ريست شكل الريست لما يتقطع انر وميديال نيرف يعني كل الفليكسور سوفيست باظوا يبقى شكل الريست عامل ازاي؟ انر وميديا الفليكسورز اللي قدام بيعملوا كده العضلات دي باظت يبقى وضع الريست ازاي كده؟ كده مش كده؟ لما في لعبه شد الحبل الاثنين بيشدوا قدام بعض اوكي؟ وبعدين واحد وقع يبقى الثاني يشد عليه خلاص؟ فانا دلوقتي في بالانس بين العضلات نورمال في بالانس قدام مع ورا قدام باظوا يبقى اللي ورا هم بس اللي موجودين اول تايم يبقى الوضع كده. في هذا الوضع قول لي الابدكتور بولشز لونجس بتشد لانها ماسكه الوحيده في الباك اللي رايحه على اللاترال سايد تروح شده الهاند كده وتعمل فليكشن للريست بس ويك فليكشن. انت مش في الوضع ده في الوضع ده نورمال تعمل ابدكشن للصب وابدكشن للريست معايا يا جماعه. لما يكون في باثولوجيكال حاجه مرضيه في قطع في النيرفز بتاعت الفرونت فالفرونت كلهم بايظين فالهاند متنيه ورا في هذا الوضع لما تيجي تعمل ابدكشن تلاقيها بتتني الهاند شويه. الحل الوحيد انه يعمل فليكشن للريست هو الحل الوحيد الامن الوحيد فيها لان كل العضلات بعد كده رايحين بتوع الباك. طبعا ما تقوليش البريك ميدياس ماسكه في اللاترال سايد اوف ريدنس مالهاش دعوه بالريست ما تقوليش ده البديل يعني الوحيده في الباك ماسلز اللي سليمه لان الباك هو اللي سليم اللي راحت قدام اكتر واحده فيهم هي الابدكت بورش لونز عشان كده الوحيده اللي ممكن تساعدك في عمليه الويك فليكشن ده ما يقدرش يعمل الثانيه دي غير بيها بس من ابدكتور ايه؟ بورش لونز. مين شاطر يقول لي
اكستنسيف ورش سليفز تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اكستنشن للصم كله. مين المفاصل اللي هيشتغل عليها؟ ده فالانجيا فالانجيا وكاربو متكاربو اند هيب ان ذا اكستنشن اوف ذا ستيل. العضله دي اساسها اكستنسو بورس بريفس بتعمل اكستنشن للصم ات ات ايه؟ ات متكاربو فالانجيا وكاربو متكاربو. من على الرسمه نبص على الرسمه، هي العضله الاخيره فين؟ اخيرها هنا، يبقى مالهاش دعوه بالمفصل ده. ده بقى اللي هيزيد اللي جاي، اللي جاي اسمها اكستنسو بورس لونجس. بتعمل ايه؟ بتعمل اكستنشن للصم من اول الانتر فالنجيال جوينت بتاعه اللي ما كانش معاه اللي فات. المفصل ده دخل معايا في الشغل. والمفصل ده متكاربو فالنجيال والكاربو ايه؟ متكاربو. مين شاطر يقول لي ثلاثة اكشن؟ ابدكتور بورش لونجس واكسنسور بورش بريفس واكسنسور بورش لونجس. يلا. ابدكتور بورش لونجس عملت ايه؟ ابدكشن. ابدكشن الصعب. انا عند اهل مفصل. كاربو متكاربو جوينت. مش عايزين نفهم، انا ماسك في البيس اوف فيرست متكاربو. فاللي عديت عليه هو الكاربو متكاربو. صح؟ وابدكشن الريست. طب ايه بتعمل فليشن الريست؟ استحاله. استحاله تعمل في النورمال فليكشن في الريست. امال ايه بتعمل فليكشن في الريست؟ لما يكون الريست اوريدي اكستندد. طب انت الريست يبقى عامل كده؟ لما يكون العضلات الاماميه بايظه. فيبقى الامل الوحيد في المسلز السليمه، يمين المسلز السليمه؟ الباك. الوحيده في الباك اللي بتعدي على الريست بس رايحه مور انتيريور هي دي. ابدكتور بورش لونجز. فممكن تعمل ايه؟ تشد، هي جايه من ورا كده وماسكه هنا فتشد كده. جميل معايا؟ فتعمل ويك ايه؟ ويك فليش. طب الاكستنسور بورش سبريز هتعمل ايه الاكشن بتاعها؟ اكستنشن اوف ايه؟ صم. عند انه جوينتس؟ نقول بقى برضه ميتاكاربو فالانجيا جوينت. ايه ادي الاكستنشن بتاعها، يبقى هي بتشتغل على مين؟ مين ده؟ كاربو ميتاكاربو فالانجيا جوينت. مين ده؟ كاربو ميتاكاربو. اتفقنا؟ طب الاكستنسور بورش لونجس بتعمل ايه؟ اكستنشن صم على مين؟ على الانتر فالانجيال جوينت. الازات والميتاكاربو فالانجيال والكاربو متكاربو والاثنين بيعملوا اكستنشن في الريست كمان. بس الاكستنشن بتاع الريست ويك او هيلب ات ذا اكستنشن اوف ايه؟ اوف ذا ريست. الاكستنسور انديسز ما فيهاش في الكورس بتاعها غير كلمه واحده، لانها بتعدي دي بالاكستنسور الجناتلم في الفورس كومبارتمنت. يبقى الاربع عضلات الديب اللي معايا اللي وصلوا للهاد اول اثنين في الفيرست كومبارتمنت. اكسنسور بورش لونجس لوحدها في السيرد كومبارتمنت. والاكسنسور اللي ديس فين؟ في الفورس كومبارتمنت. حد يعرف يستنتج من الكلام اللي قلته مين في السكند؟ الاثنين تيبلز اللي انا كنت بعدي عليهم اللي هم اللي جعان النهارده عرفت ثلاثه كومبارتمنتس الاولانيين كاملين ايه اللي بيعدي فيهم، وعرفت حاجه من الفورس. الفورس كومبارتمنت فيه اربع حاجات واحده منهم ديس. تمام؟ طيب الاكسنسور الديسيز يا دكاتره تروح فين انسيرشن؟ تروح فين؟ الاندكس. والاندكس زيه وزي اخواته عنده انسيرشن جاهز اسمه اكسنسور اكسبانشن. فيقول لي كده اكسنسور الديسيز تندون جوينت ذا اكسنسور جيتورم تندون ان اتس واي تو ذا اكسنسور ايه؟ اكسبانشن. طب يبقى الاكشن بتاعها ايه؟ الاكسنسور الديسيز بتعمل ايه؟ اكسنسور اوف اندكس وكمان اكسنشن الريست معديه عليه زي الباقيين. تمام؟ بتعمل اكستنشن الاندكس واكستنشن في الريست. طبعا كل المفاصل اللي عدت عليها شغاله. يعني الانتر فالنجيال جانس بتاعت الاندكس كلها معايا؟ اه كلها. اوكي؟ فهمتوا يا جماعه مجموعه العضلات دي؟ فهمتوا الكورس يتوضب بالطريقه اللي انا قلتها. معلش انا عايز اقول لكم الكورس الاربع عضلات رايحين لهاند وقولوا معايا كده. اول عضلتين كان اسمهم ابدكتور بورش لونجس وبريكس، هيعملوا زي بعض. كروس على حاجه ودي حاجه ولاتر باوند على حاجه. ايه دول؟ ونكتبهم كده عشان نفك الزحمه اللي في الكتاب. يقول لي ابدكتور بورش لونجس واكستنسور بورش بريفس كروس اوفر تو تيبلز بتوع مين؟ اكستنسور كارديال جالس لونجس بريفس زي باس ليد تو اكستنسور ريتيناتلم في انهي كومبارتمنت؟ فيرست تو فورم ذا لاترال باوندري اوف اناتوميكال سلاك بوكس. برافو عليك. نيجي للعضله الثالثه اسمها اكستنسور بورش لونجس. هقول نفس الثلاث جمل لكن هغير الترتيب. هبتدي بالاكستنسور ريتيناتلم. يقول لي الاكستنسور بورش لونجس والباس ليد تو اكستنسور ريتيناتلم في انهي كومبارتمنت؟ ثيرد كومبارتمنت. وبعدين يعمل كروس على نفس الاثنين تندول اللي اخواته عدوا عليهم شويه اللي هم اكسنسور كارديال جالس سبريس تو فورم ذا ميديال باوندري اوف اناتوميكال سنابوس. وبعد كده نبعت الانسيرشن. يقول لي ابدكتور بورش لونجس تروح للاترال سايد اوف ذا بيس بالترتيب كده.
دكتور بولش لونجس اكستنسو بولش بريفيس اكستنسو بولش لونجس ثلاث عظمات بتوع الصم في البيزس ثلاثه بيزس. فالابداكتور بولش لونجس لانها ابداكتور تروح للاترال سايد او ذا بيز اوف فيرست انتقال، لكن الاكستنسورز هيروح للباك او دورسال اوف ذا بيز اوف ذا بروكسيمال فالكس بالنسبه للبريفيس، ترمينال فالكس بالنسبه ايه للرومس. لكن الاكستنسور انديسس هتروح لحاجه اسمها اكستنسور اكسبانشن، كل ده ريفيجن للكلام اللي انا قلته، كل ده ريفيجن. مين ده؟ بوستيريور تروسس نيرف. 2 مينتس البوستيريور تروسس نيرف اللي تقريبا احنا عرفنا حكايته وعرفنا بيدي ايه وكل حاجه، بس شوف كده ماشي ازاي يقولوا معايا. عايزكم تتعلموا تبصوا على رسمه وتتكلموا. لو جالك سؤال ده ممكن يجي في نص سنه ممكن يجي. خلي بالك منه. بوستيريور تروسس نيرف. ركزوا معايا. بوستيريور في يا جماعه دلوقتي حاجه دي كلكم شبابين دلوقتي. بيقفلوا الباب. لا عندنا ناس طيبين بالنسبه لك شويه. مين بقى اللي بيسجل؟ بسرعه يا جماعه اتحركوا عشان ما ناخركمش. نقول النيرف ولا؟ المره الجايه. طب انا عايز اسالكم سؤال، انتوا بتطلعوا الناس اللي قاعدين معايا. خلاص احنا خلاص تمام.